بس شوف يعني انا اكلت الحين تقريبا بن عبد الله من المملكة العربية السعودية بدون إزباك، لأن نفسيتي بصراحة تعبانة من رجعت. أحس يعني إني أبغى أرجع. لا حبيبي، ما في تيم بن عبد الله. يدونني هذا اليوم صدى تو ماتش. أي نو، مكان جديد. شوف، كل ما زاد الصدى كل ما زاد الفقر. يعني كل ما شفت إنسان مكانه مصدي أكثر، لا في صدى أكثر. قول ما عرفت إن إنسان فقير أكثر. فحاليا أنا الحمد لله رب العالمين. يعني زودوا فيديونا لهذا اليوم. ناس كثيرة تقول متيمة وش تحب تحلي؟ ليش؟ يعني يبغوا يعرفوا هل أنا إنسان فقير غني، عندي خير ما عندي خير. ولكن الإجابة دائما تصدمهم، لأن دائما أقول لهم معصوب، فيعرفوا إني أنا من الطبقة الكحيانة، عرفت، اللي أنزل من الكادحة بشوية. ولكن هذا الطبيعي، يعني الحمد لله رب العالمين مبسوطين وهذا شيء كويس. فلذلك اليوم مرينا على مكان. المكان هذا يسوي معصوب، ولكن اول شيء خلينا نتكلم على المعصوب. طيب خلينا نجيب واحد معصوب ونتكلم عنه، بعدين نتناقش على المكان هذا، لانه واضح انه بندخل في حرب معاه، وحرب كذا اشوسيه. اوكي، شنو المعصوب يا متيم؟ معصوب هو عباره عن خبز برقشطه وموز مخلوطين مع بعض، وبعدين يحطون فيهم الاشياء العاديه، الاشياء اللي يعني جبن، عسل، والاشياء هذه. فعندنا هنا المعصوب الخرافي هذا اللي راح نوريكم اياه الان. يا حبيبي يا حبيبي، طبعا زي ما تشوفوا هذه علبة المعصوب بهذا الجمال الخرافي اللي فيها، هذه التحفة اللي موجودة هنا. طبعا المعصوب شيء اعتيادي جدا، شيء كل الناس تاكله وكل الناس تسوي حالها ما تاكله، عرفت الكول، يعني احنا كول بس ياكلوهم تعرفهم يعني. فكان المعصوب ما في الا عسل، ما في فوق الجبن والاشياء هذه، ولكن جد بعض المحلات حطت جبن. اوكي، اوكي، انا ما كنت احبه مع الجبن، بس الان اوه ماي جاد ذاتس جود. اوكي، الجبن اضافه كذا. في طبعا قامت حروب على موضوع الجبن، انه ليش انت تحط جبن فيه؟ المفروض ما تحط جبن. الاضافات هذه يعني ما زالت مخليه للمعصوب هيبة. يعني شوف اللقمة هذه، يعني انت نوعين من الناس، يا ان هذه اللقمة تعجبك يا ان انت لا تفقه في الاكل. طبعا هذه العلبة اللي تونا ماكلينها قيمتها 19 ريال، علبة كبيرة فيها جبن، اضافات معينة يعني، ولكن مو كل شيء محطوط فيها كاضافة. وجاء ايضا ابو هلال واعطانا الاضافة هذه في العريكة، اللي هو ضاف فيها زي ما تشوفوا هنا، ضاف فيها الكازو. اوكي كازو، ممكن في ناس طبعا متيم ليش تسميه كازو؟ احنا نسميه كازو. طيب كاجو زين كذا، عشان الناس لا تستلمني في الكومنتات مع 70,000 لايك. اوكي، طبعا ضاف الاضافة هذه اللي هو الكاجو او الكازو، طيب مع العريكة، وخلاها ب 24 ريال. ف اضافة خرافية، اضافة موفقة بالنسبة لي. ليش؟ لان الى الان ما زال في نفس البروفايل حق الاكلات هذه اللي هي المعصوب والعريكة. ما راح بعيد، حط لك جبن، حط لك كاجو، حط لك قشطة زيادة. الى الان خرافية. الى الان يعني الانسان اللي ما يقدر ياكل هذه الاشياء اظن راح اجرك في نفسك يا صاحبي، لانك تحتاج انك تاكلها. وانا ما بيخلص هذه العلبة لان في عندنا اشياء زيادة. آلاف وملايين الناس تسأل متيم أين حسابك انستغرام؟ حساباتي انستغرام وتويتر أنا غيرتها، صارت بدل اي متيم صارت ات متيم. كلكم تابعوني هناك، راح يكون في محتوى خاص وحصري على انستغرام، وأيضا راح يكون تويتر كذا نستلم المشاهير هناك ونحجر لهم زين، فتابعون هناك. بعد الشيء اللي جربناه هذا، جاء محل سمعت عنه، وهذا المحل وش سوى؟ هذا المحل تطاول ومد يده ولعب في وصفات المعصوب والعريكة. كيف يا متيم؟ يعني لما ادخل محل واشوف اول شيء قدامي معصوب بالنوتيلا، يجي في بالي شيئين. الشيء الاول، هاو دير يو، هاو دير يو، هاو دير يو، كيف لك ذلك؟ الشيء الثاني وهو الاهم، بنجرب يعني. ف
فلذلك رحنا اليوم لمحل اسمه هندسة المعصوب. هذا شعاره فوق هنا طبعا، شعاره انا ما ادري، بقاضيكم وجهي انا، ما حد يختاره غيري. ولكن ما علينا من هذا اليوم. المحل بصراحة في اشياء كذا، محل كرييتيف، طيب انه يعني في ابتكارات، في اشياء حلوة، ولكن هذه الابتكارات ممكن تروح الى اتجاهين. الاتجاه الاول لما مثلا اجي واشتري من عندك عريكة بالسريلاك، طيب طبعا انا قاعد اقولها وانا ماسك اعصابي، لما اجي اشتري من عندك عريكة بالسريلاك، انت وش تبي توصل لي هنا؟ يعني تبي توصل لي هل انا جاهل قاعد اكل عريكة، ولا انا رجال بتعطيني سريلاك؟ انا ما ادري، يعني انا انسان باللحية هذه المفروض اجي اقول لك عطني واحد عريكة سريلاك تقول لي لا. ولكن بصراحة تحمس اني اجرب الاشياء هذه، فاخذنا من عنده عدة اشياء. طبعا هذا الشعار، هذا اتوقع معصوب نوتيلا اذا ما خاب ظني، ولكن بنجرب ونشوف هل هو كويس. ملاعقكم عشان لا تقولوا استخدمت ملاعق غير، الطعم يتغير. هذه ملاعقكم. اوكي هذا اتوقع بالنوتيلا. طبعا ديسكليمر، شيء مهم، انا طالب الاشياء من تقريبا ساعة، فالان تعتبر بردت شوية، ولكن الى الان المفروض ان طعمها كويس على قولة راعي المطعم يعني. ف بسم الله. اوكي هذا الشكل طبعا، لا اوكي. شوفوا انا من يوم جيت بشتري من هذا المطعم، طيب واي مطعم يقدم شيء غريب، انت في عندك اتجاهين. اتجاه الاول انك تختلف تماما بالطعم، اوكي، وهذا بالنسبه لي انا غلط، لان انت هالكذا ابتكرت وجبه جديده ما هي الوجبه اللي انت قاعد تقدمها. وفي اتجاه ثاني اللي هو انك تضيف اضافات، ولكن ما زال البروفايل حق الاكله هذه هو البروفايل الموجود، وهو البروفايل اللي انت قاعد تقدمه. في طعم معصوب باين، ولكن نكهة الشوكولاتة طاغية أكثر حسيتها. ما زال التكستر مال المعصوب أوكي، something good something I would eat، يعني شيء بأكله صراحة، ولكن بصراحة حس صار too sweet على معصوب، رغم أن المعصوب أساساً too sweet، معصوب أساساً جداً حالي، ولكن هذا بصراحة حسيت يعني أخذها خلينا نقول من هنا طلع إلى هنا، ولكن ما زال كويس. يعني علبة صغيرة نفس هذه أنا أكل مثلاً لقمتين، صاحبي لقمتين، صاحبي لقمتين، يا هذا ما أشوف حالي أكل الصباح، ولكن في الليل أكله بصراحة. مع النوتيلا بصراحة أعطي إضافة حلوة، بعطيه من 10 صراحة 7. ما زال أوكي، أنا كنت بتوقع أني بعصب بمسك العلبة وبرميها في الجدار وبنصير في قضايا وما أدري إيش، أنا والمطعم كذا ضد بعض، بعدين هو بيشيل اللحية لأن أنا بفوز بالقضية من شعاره، بعدين زبدة يعني، فما لكم بالطويلة. ولكن يا أوكي ستيل أوكي، ما خرب الى هنا يعني. طبعا انا حبيت اني ابدي باثقل شيء موجود عنده، ولكن الى الان تمام احنا. ف خروح اللي بعده. اوكي اللي بعده هذا بصراحه تحمس له، لان هذا بالنسبه لي بيطلع اكبر طعم من عندهم، او خلينا نقول افضل طعم ممكن يعطيني اياه، اللي هو سماها سوبر شايب. اتوقع واضح معناها يعني. من الاشياء اللي فيها ناتس، اللي هو فيها لوز، حبه البركه، سمسم، جبن. اوكي هذا معصوب ايضا، اتوقع ان هذا معصوب. ف واي نوت، بسم الله. بروفايل مختلف تماما، لانه من فوق جدا مالح، من تحت المفروض انه جدا حالي. بروفايلها ما هو سيء، طيب الشيء اللي بيوصله ما هو مرة سيء، ولكن بالنسبة لي أنا ما حبيت أن الأشياء اللي فوق too much، كمية الأشياء اللي محطوطة فوق ما هي طبيعية حرفياً. بتشوفون طبقة الأشياء اللي فوق صايرة سميكة جداً، وأنا عن نفسي صراحة لو أبغى أكل أوكي ممكن إضافتين، شيء هنا شيء هناك، بس too much أغراض ما هي أوكي مرة بالنسبة لي، ولكن I'm still good still okay. مو أسوأ شيء، ولكن عن نفسي بصراحة ما راح أفضلها، بس still okay يعني ممكن أكلها، بس كمية الأشياء اللي فوق بصراحة ضيعت شوية البروفايل بالنسبة لي حق اللي هو المعصوب والعريكة نفسه. بعطيها 5 هذه بصراحة، بس still good يعني. روح اللي بعدها. أوكي اللي بعده يا هذه أوريو، هذه أكيد أوريو. I know for a fact that this is an Oreo. Okay, فيها الدست مال الأوريو. Okay, ريحتها إلى الآن آيس كريم أوريو جداً. Hmm.
اوكي هذه طعم معصوب فيها باين، ولكن ايضا باين فيها اللي هو طعم الاوريو. ما هي سيئة، شوفوا ما هي سيئة اوكي، بالنسبة لي هذه افضل من الكندر. ليش؟ طعم الاوريو ما هو مرة قوي، الاوريو صار اضافة، بدل ما تحط مثلا عسل بتحط اوريو، فاضافة هذه اوكي ما هي سيئة ابدا بصراحة، حلوة حبيتها. بعطيها صراحة 8، اشوف انها اوكي، بس شوفوا يعني ركلت الحين تقريبا بس هذه لهنا، وحس حالي توب خلاص انه يعني ام اوت، فيا شفتها 8/10. خروح اللي بعده. اوكي نرجع لموضوعنا المهم والجميل واللذيذ اللي بعده. طبعا في 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 ملاحظه بصراحه تمنيت اوه، هو اللي تحط لي ليبل على كل واحد، ليش ما تحط لي عادي طبيعي يعني، اكتب لي بقلم انا ما عندي مشكله، بس هذا كله في التقييم. اوكي هذه نوتيلا اتوقع او فليك، هذه فليك شكل. طبعا انا اكره اللي هو نفسه تشوكلت الفليكس، بس هنا ما تدري يمكن يطلع كويس، لانه بصراحه حسيت بيعطيني نفس الجو حق اللي هو الاويو، حس بيعطيني كذا على نفس الجو، عرفت ما راح يبعد، اللي هو اضافه بس. حسيت طبقه الفليك تو ماتش كطبقه، لو تقللها بتطلع افضل. ايضا هنا احس انه ضايع طعم المعصوب، هذا معصوب ولا عريكه؟ المشكله ما نقدر نفرق بينهم، لان اساسا الاضافات اللي تنحط فوق قاعده تضيع طعم الموز نفسه اساسا. هذا ما نحاسب طعم ان كان قاعد اكل معصوب بصراحه ابدا، يعني كشكل توقعته بيكون نفس اللي هو الاوريو، ولكن بصراحه تو ماتش يعني. هذا ممكن يكون اول مثال اليوم جربته يطلع عن طعم المعصوب والعريكه، يطلع عن البروفايل تماما، فما ابغى اظلمه بالتقييم. لو كشيء مختلف كحاله ثاني ممكن اعطيه 7، ولكن كمعصوب وعريكه صراحه بعطيه 3، فلذلك خلي تقييمها على بعيد يعني عن المعصوب والعريكه عشان لا نرفع قضايا. روح اللي بعده. اوكي اللي بعده الحين، وهو اكثر واحد انا متحمس له بصراحه، واللي اشوف بانه اما انه بيخلي المطعم يكون اوكي مره كرييتيف لدرجه انه قدر يسوي من المعصوب والعريكه هذا الشيء، او انه يخلي المطعم يكون يحتاج انه يعدل في الريسبيز وفي الوصفات اللي عنده بالنسبه لي انا طبعا. فلذلك اللي بعده طبعا هذه انتوا تشوفوها بهذه الطريقه تقول اوكي متيم هذا ممكن يكون معصوب او عريكه في كورن فليكس، ولكن ابدا هذا معصوب او عريكه بريحه السريلاك، لان اساسا فيه سريلاك. اي دونت نو، بس هذا دقيقه، هذا هو موز ولا قشطه ولا سريلاك؟ دقيقه هرنو، ما ذاق في طعم سريلاك نهائيا. اوكي هذا ما انا شايف فيه اي فرق بينه وبين العالي، ممكن لانه نشف، ولكن ايضا لو نشف يعني طعم السريلاك انا اعرفه كويس، ما انا ضايقه نهائيا، احس البروفايل ضايع كسريلاك. خلنا ناخذ لقمه زياده. عادي يعني ما نحاس فيه اي اضافه، فبياخذ وينه من 10، حتى ما ابغى اعطيه 0 ولا 1 لا يزعل. سالب 60 من روح اللي بعده. اوكي اخر واحد نوتيلا. اوكي هذا كشكل جدا يخوف، ليش؟ لان انا عن نفسي ما احب الشيء اللي يكون تو سويت، الله يستر. انا راح اجيب لي شيء اشربه عشان كذا نغير طعمه. اوكي نجي لاخر واحد نوتيلا. تو سويت، اتس غانا بي تو سويت تو سويت تو سويت. اوكي هذا ما ادري صاير كذا يعني، مش كذا على بعضه، اتوقع انه عريك. Oh yeah, too much, too sweet. Way too sweet. حرفيا ما في اي طعم ثاني غير طعم النوتيلا ماني قاعد اذوقه. اوكي طبعا في ناس تقول متيم الحين انت قاعد تقطع رزق الرجال. بالعكس بالعكس، انا احب اجرب الاشياء هذه، احب اروح المطاعم هذه للناس هذه دون غيرها. ليش؟ لان هذه الناس قاعده تفكر خارج الصندوق. هذا الانسان يقدر يعطيك شيء المطاعم كلها ما تقدر تعطيك اياه. بالعكس انا عن نفسي لما اجرب واقول، طبعا اقول اول شيء هذا رايي الشخصي، طيب
ثاني شيء اقول عشان ان هذا الشخص لو مقتنع برايي انا يقدر يسوي تويكس، يعدل، يضبط، يسوي اشياء هذه. فهذه الوصفه بالذات اوكي انا اقول لك تقدر تسوي منها شيء قوي، ولكن بتحتاج في نفس النوتيلا او هذا النوتيلا نفسه لازم تضبط وضعك وتسوي شيء اسمه صلصة الموز. من تسويها بنفسك مربى موز، صلصة موز بتحطها فوقها. اسمع مني it's gonna be amazing. فيا جربها عندك. ولكن انا عن نفسي بصراحة هذه يعني الحين قاعد اكلها ما فيها معصوب نهائيا. الشيء الوحيد اللي قاعد اكله او قاعد اذوقه الان هو نوتيلا بس. هذه ما عجبتني ابدا صراحة. حسيت طعمها حرفيا لو تجيبها لي وتجيب كريب وما ادري ايش بدون تكستشر بقول لك 100% نفس الطعم. فهذه ايضا راحت بروفايل ثاني مختلف تماما عن البروفايل المعصوب والعريكة. فايضا يبغى لك زي ما سويت تويكس في الخلطة نفسها وفي الطبخة نفسها ايضا تحتاج تسوي تويك في الصوص نفسه اللي قاعد تحطه، بحيث انه تخلي البروفايلين يدخلوا على بعض بنفس الوقت تكونوا متناغمين اكثر. واحد من عشرة كمعصوب، ولكن كحالة ثاني 6 من 10. اوكي تبغون نجرب مطاعم زيادة، تبغون نجرب اشياء زيادة، لا تنسونا 70,000 لايك المعتادة، وايضا اكتب لنا تحت في الكومنتات وش الوجبة اللي تبغانا نجربها مرة ثانية. ومتيم اشتقنا لاغراضك. واحمل الفيديوهات الجاية وجبات الجيش الالماني حلال يا حبيبي، اشياء ما تحصلها الا عندي. اوكي قبل لا نمشي، طيب اللي على كورن فليكس، طيب ممكن يكون احنا ظلمناه من عندنا لان اساسا نشف. ففي سنابي الجميل هذا اللي رجعنا له وبقوة الآن، راح نروح في يوم ثاني قريب ونجرب هذا من جديد، بس نجربه يكون حار تو جاهز عنده ونقيمه مرة ثانية، وهناك راح يكون في تقييم. السلام، خلصنا.